اهلا بكم من جديد مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. وصلنا لاخر فقرتنا الحواريه النهارده، وهي حول احتفال الكثير من بلدان العالم باليوم العالمي للضحك. في بداية شهر مايو من كل عام بتحيي الكثير من البلدان هذا اليوم العالمي للضحك، اللي بيعد من اغرب الايام العالميه اللي بتحتفل بها البلدان بهذه المناسبه. بشرفنا للحديث حول هذا الموضوع ان يكون معانا الدكتوره جيهان النمروسي، استاذ علم النفس واستشاري العلاقات الاسريه. دكتوره جيهان صباح الخير واهلا بك يا فندم. صباح الخير يا شاهد. عايزين نعرف اولا حضرتك شايفه ازاي فكره تخصيص يوم عالمي للاحتفال بهذه المناسبه، اليوم العالمي للضحك. اولا طبعا انا سعيده جدا ان انا جايه اتكلم عن مناسبه انا دايما ادعو اليها، اللي هي التفاؤل والحب والسلام والضحك. الاحتفال بالضحك ده شيء يعني يجب ان هو يكون شيء قومي. ليه؟ لان اصبح دلوقتي القلق والتوتر والاكتئاب والامراض النفسيه والاتجاهات السلبيه سايده العالم من خلال الحروب ومن خلال الارهاب ومن خلال حتى تغير بعض القيم والعادات بين الشعوب. فاحنا لما نعمل يوم للابتسامه، يوم للضحك، يوم للفرح، يوم للسعاده، اكيد ده يبقى شيء ايجابي للتواصل بين الناس وبعضها. وبعدين نعرف ان الضحك ده اول ما اتعمل اليوم ده اللي نادى بيه واحد اسمه مادام هندي، وكان عايز يعمل يوم للضحك كنوع من التنفيس الانفعالي للضغوط النفسيه اللي بيعاني منها الانسان. قال انا هعمل يوم للضحك او اعمل حاجه اسمها يوجا الضحك، عشان الانسان لما بيضحك الضحكه نفسها بتخرج منه المشاعر السلبيه، بتزود الاكسجين، بتساعد على زياده مجرى الدم في الدوره الدمويه. احساس الانسان وهو بيضحك احساس بيديله نوع من السعاده ونوع من التفاؤل. طب بس يا دكتوره جان، يعني احنا او العديد من البلدان بتمر بمثلا مشاكل سواء على المستوى القومي من احداث مثلا عنف او ارهاب او غيره، في الاشخاص نفسهم على الصعيد الشخصي او الاسري ربما يعانوا من مشاكل اسريه او مشاكل اجتماعيه وشخصيه، ازاي يتغلبوا على كل هذه المشاكل بالضحك اللي هو ربما يكون صعب ان هم يمارسوه في اوقات صعبه عليهم؟ عايز اقول لحضرتك طبعا لما حد يقول يعني احنا خلصت الايام كلها عشان نعمل يوم للضحك، الضحك بمناسبه ايه؟ احنا اتربينا للاسف بعض العادات والتقاليد، في بعض العادات والتقاليد والمفاهيم الخاطئه اللي هي كثره الضحك تميت القلب، الضحك من غير سبب قله ادب، الحاجات دي كلها الامثله اللي فيها المشاعر السلبيه للضحك دي بتخلي الواحد عرضه للاكتئاب او عرضه ان هو ما يبقاش بفطريته في مواقفه. لكن احنا ما ننساش ان اخف دم بين الشعوب الدم المصري، ان الدم المصري او ان الشعب المصري هو الشعب الوحيد القادر على تحويل الازمات الاقتصاديه او الازمات النفسيه الى حاجه كاريكاتوريه، يعني حاجه من الكاريكاتير اللي هو يحوله الى نكته او ضحكه. حتى في عز الازمه بتاعت الاسعار، في ازمه الارهاب، تلاقيه الشعب المصري بيحاول ان هو يتقبل الازمات بتاعته بنوع من الفكاهه ونوع من الضحك. تمام، ازاي ممكن نولد الضحك؟ انسان عادي وبيمر بظروف صعبه، ازاي يضحك؟ ازاي هل ممكن يضحك من نفسه ولا لازم في مواقف معينه تخليه هو يضحك، او ازاي احنا عايزين نفرج حد او نضحك حد؟ نضحكه ازاي؟ احنا طبعا ما بنقولش نضحكه ازاي او ازاي الانسان يخرج من مواقفه السلبيه او ازماته بالضحك. طبعا تبع اليوم الضحك العالمي ان الانسان لما بيلاقي نفسه ده تدريب، ان هو يدرب نفسه انه يضحك حتى من غير سبب مع نفسه. يعني يوجد ضحك ان الواحد يفضل يضحك يضحك يضحك، حتى في من يعني انديه معموله انديه الضحك، انديه زي الانديه بتاعت نادي السيارات او نادي اليخت، نادي مخصوص لاعضائه لا يقل عن 35,000 عضو، انهم بييجوا يعملوا تمارين للضحك، انهم ازاي يضحكوا وازاي انهم يتدربوا يضحكوا. اما اجي الاسره مصريه بسيطه اقول لها ايه؟ حاولي لما يكون في غلاء معيشه او تكون في مشكله بينك وبين جوزك او مشكله بين اولادك اضحكي. لا انا مش هقول اضحكي، عايزه اقول ايه؟ تفائلي. ان يعني دايما احنا
بنقول في الدين بتاعنا وفي الأديان بتاعتنا كلها إن بعد العسر يسر. لازم الإنسان يحل الأيام بتاعته بالابتسامة، لازم المشاكل ما تقهرش الإنسان، لازم الإنسان يكون عنده قدرة على التغلب على المواقف. أنا ما بقولش اضحكي وهقايل، بس عايز أقول عندك ثقة بالله، عندك ثقة بالأيام الجاية هتكون أحلى. الثقة بنفسك والثقة بالله والثقة في كل إن اللي جاي وأنا عند حسن ظن عبدي، دي كلمة ربنا للبشر كلها، إن أنت لما تثق في الله في شيء أنت عايزه لابد إن شاء الله بمشيئة الرحمن يحققه. ثقة بالله بتولد الابتسامة، بتولد الضحك، بتولد التفاؤل. تمام. بينعكس الضحك إزاي على الحالة الجسمية والنفسية للإنسان العادي اللي بيعاني من هموم أو مشاكل شخصية أو عامة؟ انا عايز اقول ان الضحك اصلا يعني عايز اقول انها عادة يعني بتنقل بسهولة عدوى. يعني انت حضرتك لو انت ما تعرفش حد وبتبتسم في وشه طبيعي بدون ما يشعر هتلاقي الانسان ده يبتسم في وشك. فالابتسامة دي عادة بنقدر ان احنا نعملها عدوى بيننا وبين بعضنا. الانسان يقدر يتغلب ازاي عن مشاكله بالضحك؟ ان هو يكون عنده نوع التوكل على الله وليس التواكل. تمام. ازاي بقى يعني لما الانسان يضحك كده هل ليها فوائد على جسمه او على حالته النفسية؟ زي ما قلت لحضرتك ان الواحد اما بيضحك ويضحك قوي طبعا بنقول ان ايه الاكسجين بتاع الجسم بيزيد. ده الحالة الجسمية البيولوجية. عايزين نقول ان كمان اما بيضحك قوي سرعة الدورة الدموية وتدفق الدم بيزيد، سرعة ضربات القلب ان هو بينقي الدورة الدموية. عايز اقول ان المشاعر السالبة بتقدر زي ما احنا عارفين ان الحزن بيجيب الضغط، بيجيب السكر، بيجيب بعض الامراض اللي هي الجسمية. يعني عايز اقول ان بعض الامراض النفسية تؤدي الى بعض امراض جسدية. عايز اقول كمان ان الضحك والاحساس ان الانسان يتغلب على مشاكله بالابتسامة او بالرضا او بالتفاؤل ده برضو بيعمل برضو نوع من الصحة الجسمية تبع الصحة النفسية. دكتورة جهان النمروسي استاذ علم النفس واستشارة العلاقات الاسرية، نشكر حضرتك وفعلا دي دعوة بهذه المناسبة اليوم العالمي للضحك للتفاؤل والضحك والتوكل ايضا على الله والثقة بالله. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام حلقة النهاردة في هذا الصباح، بكرة ان شاء الله حلقة جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والى اللقاء.